خمسة يكفي. كانت في أواخر الثمانينات 500 مؤسسة عمومية، كانت هذيك الذراع، هي الذراع الأيمن للدولة، كانت هي اللي تمول في خزينة الدولة. اليوم تفكر في تبيع مناب ستار اللي هي ستار رابحة، تدخل بفلوس الدولة سنوية، خسارة منه ومنه سواء من المناب بتاع الدولة أو حتى في سياراتنا عند خواص. تيني سير هذا معضلة، تيني سير ضرورة ونعود قلها بالصوت العالي للناس الكل، اللي يحب ينقذ المؤسسة نقعدوا على الطاولة نشوف شو واضح، شوفوا شكون صحيح وشكون غلط. المطلوب جلوس على الطاولة وانقاذ المؤسسات اللي إذا كان ثمانية صادقة من الحكومة ومن جميع الأطراف في إنقاذ المؤسسات العمومية. أما إذا كان النية متجهة خلها دعها تغرق، معناتها خلي تغرق فرد مرة ومن بعد تصبح سهلة للبيع وصابر للتوفيق، فهذا غير أمر غير مقبول.